بعد واقعه التعبئه من الحنفيه طلب احاطه بمرور لجنه فنيه على شركات المياه المعدنيه. الموضوع يا جماعه كالاتي، الموضوع انه تم رصد اماكن تحت بير السلم بتصنع زجاجات بلاستيك كده وبتملى ميه من الحنفيه وهوب بتبيعها للناس، يلا دي ميه معدنيه. نعرف تفاصيل اكتر، خليني ارحب بالمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين. باشمهندس عبد المنعم مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك العزه ومساء الخير على مشاهدينك الكرام وعلى البرنامج المتالق بتاع حضرتك. اشكرك يا فندم، اشكرك. ايه اللي حصل؟ اكتشفتوا المصنع اللي تحت بير السلم ده ازاي؟ ولا لما تم طلب احاطه من البرلمان انه تم مرور لجان على شركات المياه المعدنيه؟ لا، وصلت معلومات عندنا، هو المصنع ده كان شغال وبدون ترخيص بقاله فتره ومتوقف عن العمل. بقاله فتره متوقف عن العمل. جات لنا معلومات للقطاع، يعني حد اتصل ان المصنع شغاله بيعبي مياه من الحنفيه في اوقات معينه. وفعلا تمكنا من التحريات وتاكدنا من المعلومه. توجهنا بحمله كبيره في اليوم اللي تم الضبط فيه مساء بعد الساعه 4، لقينا فعلا المصنع جميع خطوط الانتاج متوقفه على الاتربه ولم تشتغل منذ فتره، والبئر واقف وبيعبوا الميه الطبيعيه اللي هي في جالونات 19 لتر و11 لتر و7 لتر في من الحنفيه من خمس خطوط. قلنا الصور دي يا جماعه، دي صور دي، اسال بس زمايلي بعد اذنك، دي صور المصنع يا جماعه ولا ايه؟ ده صور المصنع. تمام. تم التحفظ طبعا على القضيه، وبمواجهه اللي هو قائم على التعبئه بان المصنع والخطوط متهالكه وغير شغاله. ففعلا تلاقينا مسكنا ان هو بيعبي من الحنفيات مباشره. يا خبر بدون اي معالجه او بدون اي عمليات. تم التحفظ على الكميه وخدنا عينات من الميه مباشره معانا الى وزاره التموين، وعرضنا على النيابه العامه. بنشكر السيد وكيل النائب العام اللي استجاب على طول لنا وادانا قرار بارسال هذه المضبوطات الى المعامل المركزيه بوزاره الصحه لتحليلها والتاكد من بنى صلاحيتها للاستهلاك الادمي. ثاني حاجه ان المصنع بدون ترخيص. ثالث حاجه ان هيئه سلام الغذاء مرت على المصنع وكتبت تقرير ان هذا المصنع غير مستوفي للشروطات الصحيه ان هو يعبي اي مياه طبيعيه في هذا الوقت. بس كل ده حصل بعد فتره، يعني بعد ما الناس شربت ميه. أنا مش بتكلم على إنها شربت مية من الحنفية، أنا بتكلم على إن ضحك عليها ودي مية من الحنفية والناس دفعت فيها فلوس، هي دي بس الفكرة. طيب اتفضل يا فندم. فعلا بعتنا المعامل المركزية وتم مخاطبة، عملنا جواب مخاطبة لمحافظة السيد محافظ الجيزة لغلق المحل واتخاذ الإجراءات، طبعا يتوجهوا لتهمة إدارة منشأة بدون ترخيص ولا تهمة الغش التجاري. والمكان غير مصاب للشروطات الصحيه، ثلاث تهم توجهت للمصنع. طيب باشمهندس عبد المنعم بعد اذن حضرتك، هل تم لم بقى ازايز المياه المعدنيه اللي مليانه من الحنفيه دي من السوق على مستوى الجمهوريه؟ ولا اصل احنا كمان ما نعرفهاش، يعني انا كمواطن انا ما اعرفش النوع ده ايه، يعني يعني انا ما اقدرش افصح عن النوع بس في هذا الوقت. لا طبعا، اول ما توصل نتيجه العينات خلال يوم او اثنين بنصدر كتاب دورة جميع المديريات في وقت واحد بلم هذا المنتج من السوق نهائيا. بس ارجوكم ده محتاج يبقى موضوع باسرع وقت ممكن ان شاء الله قبل ما الناس تستخدم. وهنعلن عن الشركه واسمها وكل التفاصيل بمجرد وصول نتيجه العينه من المعامل المركزيه لكل مواطن. ده في خلال قد ايه؟ ده في خلال قد ايه؟ في خلال يعني ان شاء الله ثلاث ايام بكثير، يعني احنا بنستعجل معاهم باقصى سرعه ممكنه. هل هو النوع الشهير باشمهندس عبد المنعم ولا هو مصنع لشركه كبيره طبعا كبيره يعني. يا خبر ابيض. ربنا يستر. تمام، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.